قصة معروفة جميلة مشهورة، الرجل الذي قالت له امرأته وهو من خيرنا والله موجود، قالت له لو كنت رجال طلقني. ايش رايك؟ استفزاز منتهي. ما انت برجال اصلا، انت ما انت برجال، لو كنت رجال طلقني، لكنك مره. لو كنت رجال، لو كنت رجال ماذا كان يفعل؟ اذا قالتها قال هي رجل هي امراه صالحه تقيه نظيفه مؤدبه، لكن اذا غضبت انفلت منها زمامها. قال فإذا غضبت خرجت مع الباب، هذا حكيم من خير الأمة، يخرج عند الغضب حتى لا يأتي الشيطان. قال فلما زادت وكثر كلامها لو كنت لو كنت، قال أتت مرة قالت لو كرجال تعطيني ورقتي الآن، فأعطيتها الورقة في ظرف وقلت في أمان الله، الباب اللي دخلت معه في أمان الله، الآن أثبت لك أني رجل، يلا إلى بيت أهلك. فخرجت إلى أهلها، حملت حقائبها، ذهبت بطفلها، ما صدقت. أبو فلان حليم، المرة هذه انقلب غطاؤه، الغطاء طار. قال فلما ضاقت 20 يوم اتصلت عليه بالجوال، بكت عليه، ما أستغني عنك، أنت الدنيا، أنت كل الدنيا لي، أنت عمري، أنت روحي، راحت الكلام. فلما أن خشي على قلبها أن ينصدع رد على اتصالها وقال ماذا تريدين يا أم عبد العزيز؟ قالت أنا أخطأت. قال لا لا لا، خل أبين لك أني رجل. قالت أنت رجال لكن أنا العاق ناقصة عقل. قال ولكن هذا طلبك. فلما خشي على قلبها قال إذن ارجعي للورقة فافتحيها. فتحت الظرف، طلعت الورقة اللي هو كتبها، قال يا أم عبد العزيز تسوين عيوني والله لو تطبق السماء على الأرض ما أطلقك. هذه الورقة اللي عطاها، هي تظنها طالق طالق طالق. فلما قرأتها بكت فقالت أنت شيخ الرجاجيل وميرهم. طبعا هذا شهادة خاصة به، ولا أنتم المشايخ أنتم أمر الرجال، لكن أقول انظر كيف تغير حالها لما كظم غيظه. إنها الرجولة، ومن يوم يتغير أخلاق الرجل فينسى، وهذا منهج نبوي، منهج خير الورى، لا يفرق مؤمن المؤمنة.